magic in the air. Aye, 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 love it in my يبدو أن السسبنس الذي طال هذه الدورة قبل انطلاقها أبى إلا أن يتواصل. كأس إفريقيا للأمم في طبعتها 30 لها نكهة خاصة أثبتت فيها تلك النظرية التي تقول لم تعد هناك فرق كبيرة وصغيرة في القارة السمراء. فالكل يلعب أوراقه حتى النهاية، والدليل أثبتته مباريات الدور الأول قبل نهايته. سابقة ربما هي الأولى في تاريخ كان، تبقى كل الاحتمالات واردة في المجموعات الأربعة، وتبقى الفرق 16 تحتفظ بآمالها في الصعود إلى الدور المقبل. المجموعة الأولى والتي تضم كل من الكونغو برازافيل، الغابون، غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو. ترأستها الكونغو برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل. تلتها الغابون ب3 نقاط بفوز وخسارة. البلد المضيف غينيا الاستوائية بنقطتين من تعادلين. فيما تقبع خيول بوركينا وهي التي لعبت الأدوار الأولى في الدورة السابقة في المركز الأخير بنقطة وحيدة بعد تعادل وخسارة. المجموعة الثانية والتي تضم ممثل العرب الآخر منتخب الشقيقة تونس، والتي كان الكثير من متتبعي الساحرة المستديرة يتوقعون تأهله بالعلامة الكاملة، إلا أنه اصطدم بخصم عنيد في المباراة الأولى اسمه الكاب فيردي الذي اقتسم مناصفة معه نقاط المباراة. لكن نسور قرطاج استدركت الأمر أمام زومبيا واحتفظت بالزاد كاملا لتتسيد المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. متبوعة بالكونغو الديمقراطية بنقطتين على إثر تعادلين. منتخب القروش الزرقاء الرأس الأخضر هو الآخر بنقطتين من تعادلين. ثم زومبيا بنقطة يتيمة من تعادل وهزيمة.
الملايين تتعقد وتتشبك وتختلط الحسابات في مجموعتنا تلك التي سميت بمجموعة الموت. تنازلت فيها الجزائر، وهي التي رشحتها لغة المراهنات للفوز باللقب، عن المركز الأول للسنغال. الذي سرق الفوز من أمام أعين البلاك ستارز غانا في الوقت القاتل. ثم فرض منطقه وفرض معه تعادل في مباراته أمام منتخب البافانا بافانا. فوز وتعادل، نصب منتخب أسود التيرانغا في المركز الأول برصيد 4 نقاط. متبوعا بمنتخب النجوم السوداء غانا برصيد 3 نقاط، وهو الذي انتفض وعاد إلى سكة الانتصارات ضد منتخبنا الوطني بعد أن خطف الفوز في آخر رمق من اللقاء بأقدام الغدار جيانا ساموا، ليخطف معها النقاط الغالية، والتي كانت واحدة منها على الأقل تجعلنا في وضعية أريح. الخضر دخلوا في دوامة الحسابات التي كانت الملايين من الجماهير الجزائرية تتمنى تفاديها، فلم يستطيعوا تأكيد فوزهم على المنتخب الجنوب إفريقي ولو حتى بتعادل أمام المنتخب الغاني. في مباراة اشتدت فيها الأعصاب، أعصاب الجماهير الجزائرية طبعا، مباراة دخلتها البلاك ستارز في شوطها الأول متخوفة، 3 تمريرات فقط وتسديدة واحدة من السم القاتل جيانا ساموا، وفي غفلة من دفاع الخضر جاء الهدف الذي غير السيناريو وأشعل الصراع حول بطاقتي العبور للدور المقبل. ووسط كل هذه الشوشرة في هذه المجموعة، يقبع منتخب البافانا بافانا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل واحد. أما الفرجة الأكبر تلك التي تحدث في المجموعة الرابعة بين عمالقة القارة السمراء، منتخب أفيال الكوديفوار، مالي، الكاميرون وغينيا. نفس النتائج على جميع الأصعدة، رصيد النقاط ورصيد الأهداف في واحدة من أمتع مفاجآت منافسة ماما أفريكا. لتبقى مجموعة الدمار الشامل هاته تطرح تساؤلا مهما، ماذا لو كانت نتائج الجولة الأخيرة هي نفسها الأولى والثانية؟ ستتواصل المتعة أكيد. إذن ولا فريق ضمن التواجد رسميا في دور الربع النهائي، ولا بطاقة عبور واحدة حجزت، ما يجعل اللقاءات الثمانية الأخيرة من الدور الأول نهائيات أو أنصاف نهائية قبل الأوان، وكل أنظار عشاق المستديرة الإفريقية تتابع في حماس وترقب. ماذا سيحدث؟ من سيجتاز هذه العاصفة بسلام؟ من سيفرح ويتأهل؟ من سيبكي ويغادر؟ الجولة الأخيرة ستجيب. استمتعوا وللحديث بقية.